مشاهدي موقع شوف تي في، صباح الخير عليكم ونهاركم مبروك. صباح البحر، الناس اللي توحشوا البحر، اللي توحشوا اجواء البحر، اللي توحشوا الرياضه في البحر، حنا الان كنتواجدوا في عين دياب لصبح شاطئ جميل من انظف الشواطئ المغربيه واجمل الشواطئ المغربيه في زمن كورونا. هذا هو شاطئ عين دياب. الناس اللي كيسولوا واش نقدروا نمشيو البحر، لا مازال باقي ما كاينش القرار ديال السلطات، مازال باقي ما كاين والو. هاد الساعه في انتظار قرار من السلطات المحليه. إذن هذا هو شاطئ عين دياب بهذا الصفاء والنقاوة ديالو. الناس اللي غادي يجوا هذا البحر ان شاء الله غادي يتصدموا بالنظافه ديالو. تلقى واحد مباشر.